من هنا من ماسبيرو من 62 سنة كانت الانطلاقة وأول بث تلفزيوني من ماسبيرو الأصل والقيمة والتراث. وإحنا في صباح الخير يا مصر بنحتفي بذكرى انطلاق البث. يسعدنا يكون معانا قامات ليها في كل مكان من ماسبيرو بصمة وذكرى ببرامج محفورة في ذاكرتنا. وبيسعدنا تكون معانا دلوقتي إعلامية بدأت طريقها من خلال البرامج الثقافية، كان ليها الريادة بأول توك شو طبعا شاهد عيان، برنامج شاهد عيان وأشهر برنامج للجريمة خلف الأسوار. حاورت قامات كبيرة جدا من أديب نوبل للسيدة جيهان السادات وغيرهم كتير. وهي الإعلامية راوية راشد اللي مشرفانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير وصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين، ودايما يعني بنحتفل بالصرح العظيم ماسبيرو اللي كلنا اتخرجنا منه كجامعة إعلامية عريقة. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. وانت طيب. في البداية خلينا نتكلم مع حضرتك عن بداياتك في التلفزيون المصري، كانت ازاي؟ ايه أبرز محطات رحلتك؟ الحقيقة أنا أعتبر من الجيل الرابع في ماسبيرو. أنا بدأت في الثمانينات بالبرامج الثقافية، كنت بقدم مجموعة من البرامج الثقافية، وبعدين جات لي فكرة معرض الكتاب، إني أعمل رسالة عن معرض الكتاب. الفكرة كانت مش واضحة، ولكن يعني لأن ده تلفزيون فإزاي هنعمل رسالة عن معرض الكتاب. كانت رئيسة التلفزيون وقتها هي الإذاعية العظيمة سانية صادق، وكانت مدير عام البرامج الثقافية الكاتبة المرحومة كوثر هيكل. أخدت وقت لغاية ما أقنعتهم بأن ممكن نغطي فعاليات معرض الكتاب، وفعلا الفكرة ظهرت إلى النور. فبدأت أعمل رسالة يومية أعرف الناس اللي ما بيقدروش يجوا يزوروا معرض الكتاب بأجنحته الكبيرة، وإنهم يحضروا الفعاليات بتاعته، إني أعرض لهم كل التفاصيل وأقابلهم بكبار الشعراء والكتاب. الرسالة كان مدتها 10 دقائق، ولكن كانت بتلم محتوى كبير جدا. يمكن كان الصعب ساعتها يا فندم والتحدي إنه كان ما كانش فكرة خروج الكاميرات، لأن الكاميرات كان حجمها كبير جدا كمان. كاميرات كان حجمها كبير، وطبعا ما كانش فيه ادوات الصوت، ما كانتش وايرلس زي ما انتم بتستعملوها. الكلام ده احنا الجيل المرفه دلوقتي يا فندم. وكمان انا كنت بعد، انتوا دلوقتي بيبقوا عندكم فرق للاعداد، انا اللي كنت المعده كمان. صحيح. فكان اليوم بيبدا من الساعه 9 الصبح وبينتهي 9 بالليل. بنعمل أول شريط وبيجري بيه مساعد المخرج على المونتاج عشان يعمل المونتاج نص الحلقة على بال إحنا ما نخلص الساعة 9 ويعمل النص التاني. والرسالة كانت بتظهر على الشاشة الساعة 10 بالليل. الحقيقة ده لقى نجاح كبير جدا، وبدأت أعمله على مدى 15 سنة، كل سنة أعمل رسالة معرض الكتاب. وإحنا بنحاول إن إحنا نمشي على خطى النجاح اللي حضرتك يعني حطيتي اللبنة الأولى ليه يعني، بس إحنا بنتكلم على 25 برنامج ما بين يعني ما شاء الله اللهم لا حسد يعني ما بين برامج ثقافية، برامج حوارية، يعني خلال الرحلة المثمرة دي إيه أقرب البرامج دي الأقرب إلى قلبك زي ما بيقولوا يعني، وإن كان ليا أنا خلف الأسوار حضرتك عملت بيه طفرة يعني. هو طبعا نجحهم خلف الأسوار لأنه كان جديد برضو في وقتها. الحقيقة كانت الفكرة بتاعته مش عرض جريمة قد ما كانت الفكرة هو إبراز الجهود للجنود المجهولين اللي بيبحثوا لغاية ما بيصلوا إلى الجاني. كمان أضفت أنا فكرة توعية الجمهور لتجنب الجريمة. البرنامج كان عبارة عن
سيناريو وحلقه زي دوكيومنتري بتلخص الجريمه كلها والجهود وحوار مع الجاني وكمان وعي للجمهور علشان ما يرتكبش اخطاء يستغلها المذنبون. لا طبعا يعني استاذه رويه البرنامج ده الحقيقه لحد النهارده عايش معانا، ده كان برنامجي انا المفضل الحقيقه. لسه كنا بنتكلم انا واحمد قبل هو عن انه خلف الاسوار كان من واحد من افضل برامج اللي كنت بحب اتفرج عليها، بس انا هروح مع حضرتك للقاء انا يعني عارفه ان هو الاقرب الى قلبك، لقائك طبعا مع الاديب نجيب محفوظ اللي كان ليه صدى واسع عالميا مش في مصر فقط. احنا ما كانش في ستلايت، ونجيب محفوظ طبعا الاديب العالمي يعني علشان تعملي معاه حوار كان صعب قوي، انه بداوا يعني الدوله والاستاذ احمد سلماوي كان هو المسؤول عنه، ما كانش ابدا لان كل الصحف العالميه وكل الناس عايزه تعمل معاه لقاءات، فكانوا خايفين عليه ان هو يجهد. فحاولت ان انا اعمل معاه لقاء ما عرفتش، ففكرت برضو بانه طيب الاستاذ نجيب محفوظ عنده رحله يوميه، بيخرج من بيته الساعه 6 الصبح، بيمشي في الشارع من بيته في العجوزه لغايه مقهى في ميدان التحرير علشان يقابل بقى اصحابه ويقرا جورنانه وياخد قهوته. فانا فكرت بان احنا ناخد الكاميرات ونستناه عند البيت وهو خارج امشي معاه الرحله دهيت. الحقيقه دي كانت فكره جديده، لان زي ما انت قلتي الكاميرات ما كانتش سهله ولا الكابل الصوت كان لازم يبقى طويل قوي عشان يوصل بيني. المصورين كانوا ماشيين بعربيه حضرتك؟ كانوا خدتهم بعربيتي علشان طبعا عربيه التلفزيون هتبقى مزعجه بالنسبه للاستاذ نجيب. فالمهم قابلته عند البيت وهو اتخض جدا واستغرب، فقلت له هي دي الطريقه الوحيده ان انا التقي بيك واحنا التلفزيون المصري وانا عايزه اتمشى معاك. قال لي هتتمشي معايا المسافه دي هتتعبي، فقلت له طيب نحاول. وفعلا بدأنا نمشي، مشيت معاه لغايه اما اشترى الجرايد بتاعته، وانا ماشيه معاه بقى بسأله وبتكلم معاه لغايه اما وصلنا كوبري الجلاء. كنت تعبت من المشي مسافه طبعا، فقلت له طيب نقف على النيل شويه علشان انا تعبت. فضحك فقال لي انا بمشي كل يوم المسافه دي. الحقيقة كنا وإحنا ماشيين كانت الناس بترحب بيه من الأوتوبيسات ويحيوه، وكان زي لايف، بس ما كانش وقتنا مع عندنا الكابابيليتي إن إحنا نعمل حاجة لايف. فعملناها تسجيل ولما اتذاعت كانت عملت ثورة، لأنه الناس كلها تصورت إن ده كان لايف. والشريط ده اترجم ل 13 دولة ما شاء الله، وبقوا يبعتوا الشرايط لتلفزيونات العالم علشان العالم يتعرف. طبعا كان بيترجم ويتبعت علشان العالم يعني يعرف نجيب محفوظ في رحلته اليومية. وكان الحوار سلس جدا وطبيعي قوي، بقولك كأنه لايف بالظبط. دي من الحاجات اللي انا بعتز بيها قوي قوي قوي. واحنا الحقيقه بنعتز بوجودك معانا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيبه مره تانية. الاعلاميه القديره روية راشد، نشكرك جزيل الشكر يا فندم.